سي حاتم مرحبا. انت واحد من اهم الشعراء في تونس، من اهم الكتاب تاع الاغنيه. كان تسمح لنا حينا التربوشه خلينا نشوفوه. تفضل سامحني. يعطيك الصحه. ها ما شاء الله عليك. سي حاتم من توا نسالك تجاوب، سالتكش ما تجاوبش. سين، انت من اكثر الناس اللي تدافع على الكلمه وتدني مستوى الاغنيه في تونس، عندكش اغنيه نادم عليها؟ حتى اغنيه. حتى اغنيه. نعمل لك البخوخ وقطوسي وخنفوسي. فخور بهم؟ بالكل. حتى ذاك نوع من الذمار. فخور بها؟ نقول لك فخور بكل ما قدمته، لكن انا على الاقل نعم عملية. انا 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 قوتي نعطي اللبسه، نعطي القياس. القياس القياس. تظلم من العماره كانت تعطيها صرخه. واضح. سين حاتم الجزاني يرفض يكتب جينيريك شرب، فما سبب اخر غير الفلوس؟ اي تفضل سامحني اللي نقول لك جاو. تفضل سامحني. جيم. جيم ونقول جيم زي لا انا نقول جيم. اوكي التزم شويه. لا وسامحني قلت انت قبل كي ما نطرحش عليك سؤال ما تجاوبش. اسالك فما واحد يجاوب على سؤال ما تطرحش. ركز شويه. اوكي اعطوني 800 دينار فقط. فما سبب انا صيد الريم قبلها كتبها ب 3 ملايين. صيد الريم 800 والناس تحسب بال 100000 وال 50000 نوع والخدمه كلها فيها مليار ما نجيش الشعر الغنائي تعطيه 800 دينار. واضح. سين كتبت تقريبا في الانواع الكل. نجم نشوفوك تكتب في الانشاد الديني، نجم نشوفوك تكتب حاجه لفوزي بن قمره مثلا. جيم. جيم علاش لا؟ بالطبيعه. انا نحب نكتب النصوص الدينيه في اطار مشروع كبير، ما نحبش غنيه ولا اثنين. سين تقلبت مره في فلوس في اعمال خدمتهم؟ جيم تقلبت برشا مرات. عندك الجرأه تسمي فنان قلبك في فلوس؟ اسمه عربي الوسلاتي اللي اسمه رامي خليل. رامي خليل. به بعد سنين هذوما في الميدان، سين تقريبا 35 سنه في المهنه. بالضبط. تنجم تقول قداش عندك في الكونت اليوم؟ جيب عمله شديت 20 مليون مع بعض. قداش عندك في الكونت؟ مصروف. مصروف. سين الخفاش قصيده هيجاء كتبتها في مقداد السيلي. يجي نهار وتعتذر عليها؟ لا ابدا. جيم؟ جيم ابدا بالعكس انا دخلت للتاريخ. دخلت للتاريخ بالقصيده هذه؟ دخلت مقداد للتاريخ. خاطر تعرف الاغراض الشعريه فما منها المدح والهجاء وغيره، هذه داخل في باب الهجاء. به سين ستبقى مريضا بوهم الاسود وعيناي تراك فأرا حقيرا. اي انا كي جيم. من فضلك. تفضل. ما عطيتكش الكلمه سي حاتم. هذه من قصيده الشيطان في الهجاء كتبها فيك مقداد سيلي. بالحق عندك المرض هذا جيم؟ ما نتصورش. انا انسان نحس بغيري، انسان متوازن الى حد ما. لكن ما نوصلوش معناها نطلقوا نعوت كما هذه على بعضنا. انا حتى كي قلت القصيده بالعكس. لا النعوت فقر حقير وكذا. سين عندك مبادئ؟ عندي شويه. عندي شويه مبادئ. باهي. سين شاعر يقعد فنان ويخلف وعده، شاعر يكتب غنيه ويبيعها لزوز فنانين ويخلص عليها مرتين، شنو اهم مبدا عنده؟ هذا هو اللي ادعاه. الشيء فيسع فيسع اللي يكون الفنان الاولاني. صحيح فما اغنيه جات من بين فنانين. الفنان الاولاني الاولاني ما كمليش فلوسي ومشى من غير ترخيص وهرب بالخدمه. فما قضيه. الشتيوب اللي جاي لا فماش حتى قضيه. مقداد عنده خياله شاسع برشا. به سين اهم ذكرى عندك في تاريخك في رجيم معتوق؟ الشده. نتذكر يذولي نهار الاثنين 21 افريل 86 فتره بورقيبه. الذكرى الخايبه ممكن الشده بيدها. اسوء ذكرى هي الشده. حسيتي ما دوزيام ديزمانيه وقت عندنا تكرتيش قلت يمكن هذا اخر عام في الجامعه وكاو. واضح. سين شكون السياسي الاقرب الى قلبك؟ الى حد الان بكل معناها اللي مشاو ورحلوا. في عقلك حاسك متوتر. اللي رحلوا خاطر صعيبه الحكايه وتوني برشا. هي موتر ظاهر. يمكن عليك. انا بورقيبه اللي شدني تو كي كبرت عذرت في برشا حاجات. اي سين عندك علاقه بسياسي تخاف نحكيو عليها مثلا؟ جيم علاقه متوتره؟ لا عندك علاقه تخاف نحكيو بها بسياسي؟ لا ابدا. حتى علاقه؟ ابدا. شكون السياسي الاقرب الى قلبك؟ الى حد الان ذولا عبير موسى. عبير موسى هي الاقرب الى قلبك. به اخر سؤال عندك برشا مشاكل كما عندك برشا قصائد وبرشا اغاني. لو كنت حكم باش نعطيك زوز اوراق ورقه صفراء ورقه حمراء باش نعطيك زوز اسامي تاع مناشطين كل اسم باش تعطيه ورقه. سين ورقه صفراء ولا حمراء الكل من لطفي العبدلي ونوف اللورتين. الحمراء اش تفيد والصفراء اش تفيد؟ الحمراء اقصاء والصفراء تنبيه.
تعرفهمش؟ نوف العبدين اللي حمرة، نوف الصفر. علاش حمرة؟ أنا بطبيعتي ما نحبش تكون يدعي أشياء ليست فيه، ولا إنسان معناها يحط روحه كمنظر معناها للشعب كامل يظل لي ما واضح. يعطيك الصح، مازالش عندك نضيف سي حاتم؟ اللي نجم نضيف نقول لطف علينا ساعة من الوباء هذايا. يعطيك الصح، والتوانسة الكل إن شاء الله يدينا في دين بعضنا، وكنت ربي غدوة تطلع شمس جديدة. بون مادام الكورونا بلاش بلاش يدينا. يعطيك الصح، كان عندك ما تزيد سينو تفضل. حاجة برك نجم نستر تفضل. نستر بوش شكرا، خلي تليفونك محلول سي حاتم. اوكي.